اقول لكم بسم الله. اول حاجه، اول خطوه، خليني اخد العدس كده احطه هنا معلش عشان انا عملت اول مرحله دي. هقلب بسباتيولا العدس. بصوا تقيل ازاي اهو كده شايفينه. انا عملت ايه؟ اخدت العدس اول مرحله فيه، شطفته وصفيته وحطيته في الحله، حطيت عليه البصلايه اللي هي المرحله الاولى الاربع ارباع، وحطيت عليه البصلايه، وحطيت عليه نص كوبايه الميه او كوبايه الميه، ملح وفلفل ورشه من الكمون. خلصت المرحله دي، اتسلق والبطاطس معاه طبعا، رحنا واخدينه ضاربينه في الخلاط او في الكبه. بقى كده شايفين حضراتكم القوام تقيل ازاي؟ هو كده مدام نادي. طيب هعمل ايه بقى في المرحله الثانيه؟ هبدا اشغل هنا الطاسه، خليني بقى انقل دي معلش كده هنا، نحط الطاسه هنا ونبدا نحط السمنه ونبدا نشتغل في التقليه اللي هي البصل والثوم. شوف دلوقتي حالا هنعمل ايه كده، مش عارفه الطاسه دي هتكفي ولا لا، بس يعني ان شاء الله تكفي. طيب هناخد بقى البصل المفروم، بسم الله الرحمن الرحيم، وهبدا اشوح كده. وهحط رشة من الملح بس عشان البصل يساعدني يتحمر أسرع. المفروض أنا أكون مجهزة الخطوة دي، بس ما ينفعش أجهز كل حاجة قبل، يعني كأنكم ما شفتوش حاجة من الوصفة. والثوم كده، حطينا ملح صح؟ حط فلفل بقى، بسم الله الرحمن الرحيم. أهو الفلفل، عندي فلفل وكمون. طيب شوح كده، نبدا بقى نشوح البصلايه دي شويه كده حلوين. علشان لا مش هنلحق كده. الله يخليك كده. بعدين نشوح كويس قوي. ما انا بقى كده، وهي بس الفكره في ان ده ياخد اللون بس. خلاص اليخنه فراخ، طبعا خلوا بالكم الصدور مخليه فهنا. حمر بقى شويه، وبعدين هنحط الصدور الفراخ اللي احنا قلنا عليها مسلوقه في بصلايه مثلا معاها وملح وفلفل، مش في حاجه يعني ملهاش طعم، يعني الفراخ مسلوقه سلقه عادي. فين الفراخ؟ خليني احط نسايل خفيفه رفيعه جدا، انا عايزه كده. وهبدا بقى اصب اليخنه او اليخني اللي احنا عملناه بالبقوليات. الفراخ مسلوقه، نبدا نحمر بقى مع بعض مع البصل. المفروض البصلايه دي تكون مكرمله، يعني درجه اللون بتاعتها مكرمله، لونها زي لون الكراميل كده بني. انا بس عشان عندي باقي من الوقت تقريبا حاجات بسيطه اربع دقائق او حاجه، انا مش هلحق. فحضرتك مدام ناديه هنحمر البصل والثوم لما يبقى لونه كراميل، ونبدا بقى نحط عليه الفراخ اللي احنا اتفقنا عليها اهي، بس نساير حلوه خفيفه رفيعه مش تخطخه قوي كده. فانا بحاول يعني ايه اهو كده. وهنصب دلوقتي اليخني، خليني اشوح كده شويه تشويحه. تقريبا هحتاج حله اكبر عشان انقل فيها، لان هحط العدس فوقهم فمش هيكفي. تمام كده اهو، وحطينا احتفقنا معلقه السمنه معها الثوم مع الفلفل والكمون، شوحناهم لحد ما يبقى البصل لونه كراميل. انا دلوقتي ما حمرتوش التحمير اللي المفروض يعني يتشوحوا عشان الوقت بس، وهشوح بقى الفراخ كده. بعدين هنحط بقى عصير الطماطم، بسم الله. عايزين حله كده، ممكن ننقل ده في حله؟ لا يا مطوع بليز، عشان خاطري ان الوصفه لازم تكمل ارجوك. لا دقيقتين عشان خاطري، معلش رجاء عشان خاطر مدام ناديه بس بليز كده.
هبدأ أعمل كده يتقلبوا مع بعض، وبعدين هبدأ أضيفهم على العدس اللي احنا عملناه في المرحلة الأولى اللي ضربناه، عملناه مع البصلاية ومع البطاطس. معلش أنا هحطهم هنا بقى، بسم الله، عشان بس أعرف أضيف عليهم العدس. أوكي كده، ونبدأ بقى نغرف. عايزين نغرف دي، هسيبه بس 5 دقايق هنا، عندي نص كوباية مية أو حاجة ممكن تضاف له. هاخد اللوش، أغرف هنا اليخني بالفراخ، بسم الله. برضو من الحاجات مع رز أبيض أو مع عيش براحتكم. من الوصفات اللطيفة جدا برضو. خليني بس رشه من الاخضر الحلو ده، وهبدا بس احط انضف الطبق. اوكي كده، وهنبدا نضيف العدس. خلاص احنا خلصنا، احط بس العدس وهنصبه في البايركس، وبعدين بدخل على وشه سمن واحطه في الفرن. خليني بس احطها بسرعه. خليني احط بس، انا عايزه نص كوب مرق صغنن، نص كوب، حاجه خفيفه قوي كده. خلاص رشه فلفل بس، وبقيت رشه الكمون اللي احنا كنا حاطين على الفراخ في الاول. خلاص اهو، وبعدين هضيف العدس اهو. العدس، معلش انا مضطره اقول الخطوات، حضرتك هتاخدي وقتك يا مدام ناديه لان انا الوقت عندي. خلاص كده تمام، واحنا كده وهنقلبه وهنحطه في البايركس دلوقتي حالا ونصبه. خلاص، لا كده اهو، وهصبه في البايركس جنبي اهو. وخلاص هنحط على وشه بس سمنه ويدخل الفرن ياخد لون فقط لا غير اهو كده. وخلينا بقى نحطه في البايركس اهي، وزي ما اتفقنا على الوش سمن لازم، ويدخل ياخد لون كده علشان يبقى متحمر من فوق. بسم الله كده، وهعمل كده، وبعدين هحط عليه من فوق قطع من السمنة كده، وندخله بقى تحت الفرن ياخد لون، يعني تسيح وتديله درجة كده من الدرجات الذهبي اللطيفة. وخلاص، وده العدس الأباظة، عدس أباظة أو العدس من العيلة الأباظية. وأتمنى يا رب ما أكونش